أكد أشواطنا متواصلة مشاهدين الأعزاء. قضت أشواط الإنتاج والمنتجين حيث نبدأ بانطلاقة الأشواط المفتوحة في هذا الصباح، وهو هذا الشوط الحادي عشر. أول أشواط أيضا الإبكار اللقاية المحليات الأصايل. هنا نسير مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في انطلاقة شوطنا الحادي عشر، والذي يعتبر هو أول أشواطنا لهذا الصباح بخصوص أيضا الأشواط المفتوحة. مباشرة نسير إلى مقدمة شوط، إلى المركز الأول والمقدمة الأولى. هذه هملولة كردوس بن محمد بن سالم، أيضا العامري يتقدم على المركز الأول، بينما المركز الثاني الوصول في ثاني المراكز من خلال هذا التواجد القادم الظبي خليفة بن محمد بن شاهين المرر يقدم لنا الظبي على المركز الثاني، بينما هوايل محمد بن صالح بن مقرن العامري يقدم لنا هوايل في المركز الثالث. المركز الرابع من تقدمت هناك الدانة لأحمد بن سالم بن سعيد الخصوني الاكتبي، وصل خذ المركز أيضا الرابع، بينما المركز الخامس هذه فلك خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري يقدم لنا فلك، بينما الدخول من الوارية سعيد بن محمد بن سالم بن خليفة الاكتبي خذت المركز السادس في هذه اللحظات، بينما المركز السابع زعفرانة لمحمد بن حميد بن ثابت الوهيبي يتقدم مع المركز السابع، بينما ثامن المراكز دخول من هامة عبيد بن سالم بن ظفيرة العامري يتقدم مع هامة على ثامن المراكز. المركز التاسع التقدم من خلال مزيون مساعد بن محمد بن مساعد بن خالد المنصوري يتقدم في هذه اللحظات ويقدم لنا هذا الاسم، بينما هناك ايضا الوجود والدخول في هذه اللحظات من غنايم سالم بن محمد بن شميل الراشدي، وصل مع غنايم يقدم لنا هذه الانطلاقة وهذه التحديات مع المراكز المتقدمة هنا من خلال هذا الاندفاع. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة الأولى، نعود إلى المركز الأول. هناك الصدارة، هناك مقدمة هذا الشوط، ما زال في المركز الأول كردوس بن محمد بن سالم العامري مقدما لنا هملولة في الصدارة الأولى، بينما الظبي خليفة بن محمد بن شاهين المرر بدأ يغير. وصل بن ياعد ليقدم لنا فلك، خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري يتقدم من خلال تواجد فلك في المركز الثالث. المركز الرابع تتقدم في هذه اللحظات في رابع المراكز، هناك من خلال تواجد ايضا الوارية سعيد بن محمد بن سالم بن خليفة الاكتبي خذ المركز الرابع، بينما المركز الخامس هذه زعفرانة محمد بن حميد بن ثابت الوهيبي وصل بن عبدون ليتقدم من خلال تواجد زعفرانة خذت المركز الخامس، بينما المركز السادس هامة عبيد بن سالم بن ظفيرة العامري وصل بن ظفيرة الدخول من وصايف احمد بن محمد بن حمد الينيبي يتقدم الينيبي ايضا بتقدم هذا الشعار، ولكن الدخول هناك غنايم سالم بن محمد بن شميل الراشدي وصل الراشدي تقدم، وهنا شواهين سالم بن عبد الله ايضا الخصوني الاكتبي بدا يتدخل من خلال هذا الاسم وهذه ايضا الانطلاقه. الوصول الاخر هذه الحاكمه حمد بن محمد بن عبيد بن لحاس العامري وصل شعار العامري يتقدم ايضا قادم هنا للمنافسه، ولكن الخفيفه مبارك بن عامر بن حميد الوهيبي وصل مع الخفيفه يتقدم في هذه اللحظات من خلال هذه المنافسه. راحت فلك على الصداره كالعادة باندفاعها، كالعادة بانطلاقها، كالعادة ايضا بادائها الرائع. خلاص مع فلك راحت مع المركز الاول، خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري يتقدم على المركز الاول. ما شاء الله اندفاع تلقائي هنا على المركز الاول، الكيلو متر الاخير، الكيلو المثير. هذه فلك وعوايدها، هذه فلك واندفاعاتها، هذه فلك وشعارها. خليفة بن عبد الله
الله بن يعد. الحميري يتقدم بالمركز الاول بالصدارة الاولى، عودتنا دائما بهذا الاندفاع، ياتي بالمركز الاول، حصلت على المركز الاول هنا في ايضا تمهيديات الوثبة، يقدمها هنا بهذا الانطلاق. المركز الثاني الوصول من شواهين سالم بن عبد الله الخصوي للاكتبي. المركز الثالث هذه الحاكمة حمد بن محمد بن عبيد بن لحاس يقدم لنا هذا الاسم، ولكن نعود الى فلك، فلك على الصدارة على المركز الاول. هناك خليفة بن عبد الله بن يعد الحميري ياتي بالمركز الاول الى سويحان. السلام الى اهالي سويحان، السلامات تهانينا منذ هذه اللحظات الى مالك فلك خليفة بن عبد الله بن يعد الحميري مع المركز الاول. تهانينا على هذا الفوز، على هذا الانفراد، على هذا الاندفاع مع فلك في المركز الاول. ياتي خليفة بن عبد الله بن يعد الحميري، تهانينا والناموس ولحظات الوصول. العصافة الابطان ما قالها شيء بأداة تلقائي وبانطلاق مميز، تهانينا والناموس على هذا الفوز لخليفة بن عبد الله بن يعد الحميري. لحظات وصول فلك الى خط النهاية مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام. والعصا في الابطان المركز الثاني، وصلت الحاكمة حمد بن محمد بن عبيد بن لحاس المركز الثالث، وصول في ثالث المراكز. هناك من خلال تواجد شواهين سالم بن عبد الله بن الخصوي الاكتبي، والمركز الرابع وصول غنايم سالم بن محمد بن شميل الراشدي، خامسا او رابعا الضبي خليفة بن محمد بن شاهين المرر. ولكن في الاعادة ناتي بهذه الارقام مع مخرجنا ايضا حسين السيد. ناتي هنا مشاهدين الاعزاء مع فلك صاحبة اول الاشواط، هنا مشاهدين الاعزاء مع اشواطنا المفتوحة بعد العشرة الاشواط ايضا للانتاج والمنتجين. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل الذي قدمته فلك بسبع دقائق 31 ثانية، ثلاث اجزاء من الثانية. تهانينا خليفة بن عبد الله بن يعد الحميري المركز الثاني، وصلت فيه الحاكمة حمد بن محمد بن عبيد بن لحاس العامري. تهانينا لو الناموس على فوز الحاكمة بالمركز الثاني بسبع دقائق 33 ثانية، تسع اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث وصول في ثالث المراكز اللي تقدمت بأداء متميز، هناك كان الدخول الجميل وأيضا دخول ما بين هناك اللي هي مشاهدين الأعزاء أيضا حاملة رقم 49 اللي هي أيضا الظبي خليفة بن محمد بن شاهين المرر وحاملة رقم 20، دخولهن مميز وجميل لسالم بن عبد الله الخصوي الاكتبي. توقيت 7:35 ثلاث اجزاء من الثانيه. نوافيكم ايضا بالفائز الثالث بعد التاكد ايضا من لجنه خط النهايه.